تنطلق غدا قمة تجمع بريكس السنوية بمدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان ضمن الاتحاد الروسي الفيدرالي بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية المعنية لمناقشة سبل دفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول التجمع ومناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية الإقليمية والعالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة موفد التلفزيون المصري من مدينة كازان علاء رشوان. علاء، ضعني في صورة بريكس وما سيحدث من فعاليات ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها. نعم، من المقرر أن تنطلق هذه الفعاليات صباح الغد وعلى مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 32 رئيس دولة وحكومة من الدول الأعضاء في التجمع أو من الدول خارج التجمع التي تسعى وتطمح إلى الانضمام هذا التجمع. في صدارة هذه الدول الأعضاء بطبيعة الأحوال روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا، وانضم إلى هذا التجمع مؤخرا تحديدا في مارس من العام الماضي كل من مصر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات وإيران وإثيوبيا. هذه الدورة من دورات الأفراد هذا التجمع الهام تأتي في ظل ظروف سياسية وجيوسياسية سواء إقليميا أو دوليا في منتهى الدقة والصعوبة البالغة. يسعى المجتمعون في هذه القمة لصياغة خارطة مستقبل للتعاطي والتفاعل مع هذه التحديات التي تلقاها هذا العدد الكبير من التحديات الأمنية والجيوسياسية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. كما هو معروف هذا التجمع أنشئ في عام 2006 والذي كان يضم 4 دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل، ومؤخرا تم توسعة هذا التجمع ليشمل 10 دول التي أشرنا إليها، وهناك طلبات من أكثر من 38 دولة تطمح إلى الانضمام إلى هذا التجمع الذي يعني يمتد على مساحة أكثر من 40% من الكرة الأرضية ويشمل أكثر من 45% من عدد سكان كوكب الأرض. هذا التجمع حقق تقارات اقتصادية هامة خلال المرحلة الأخيرة، ربما تجدر الإشارة إلى آخر إحصاءات البنك الدولي الذي تحدث عن أن هذا التجمع أصبح يمثل أكثر من مساهمة أكثر من 31.5% من الناتج العالمي، متفقيا بذلك حجم الناتج المحلي لمجموعة 7 دول الكبرى مجتمعة والذي وصل إلى 30.7%. ما يعكس أهمية هذا التجمع سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على مستوى التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم. هذا التجمع أيضا يسعى إلى تعزيز الاستثمارات البينية والتجارة البينية بين دول الأعضاء، يسعى إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات تحديدا في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، يسعى أيضا من بين أهم أهدافه إلى تسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة بالتعاون بين دول الأعضاء في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والإنشاءات علاء، ماذا عن المشاركة المصرية؟ من المجالات الاقتصادية الهامة. علاء، المشاركة المصرية في تجمع بريكس. نعم، المشاركة المصرية مشاركة هامة للغاية. مصر تسعى إلى دمج الاقتصاد الوطني المصري مع الاقتصادات الوطنية الناشئة في دول هذا التجمع الهام، وتأتي هذه المشاركة كمشاركة مصرية أولى بعد انضمام مصر رسميا إلى هذا التجمع في مارس من العام الماضي. أجندة المشاركة المصرية أجندة هامة تشمل العديد من النقاشات والمجالات، نتحدث عن تسريع وتيرة التعاون بين مصر وهذه الدول، خاصة وأن مصر انضمت أيضا مؤخرا إلى بنك التنمية الجديد الذي أنشئ ضمن هذه التجمع الهام والذي يبلغ رأس ماله أكثر من 50 مليار دولار، ويسعى الدول الأعضاء إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 100 مليار دولار كبنك يسعى إلى دعم القروض الميسرة والمنح الميسرة للدول الأعضاء للمساهمة في تسريع
مشاريع عمليات التنمية المستدامة في هذه الدول الأعضاء. تم إنشاء أيضا مؤخرا صندوق الطوارئ الذي بلغ حجم رأس ماله 100 مليار دولار، ويسعى أيضا المشاركون ودول الأعضاء في هذا التجمع لمضاعفة هذا الرقم لمساعدة الدول الأعضاء في امتصاص الصدمات الاقتصادية والأمنية والسياسية المختلفة، وتقليل حدة هذه التأثيرات خاصة في مجالات الطاقة، في مجالات إمدادات الغذاء وغيرها من هذه المجالات. المشاركة المصرية مشاركة ستكون فاعلة للغاية، هناك العديد من الإطروحات التي تتقدم بها مصر لتفعيل هذا التعاون كأحد أهم أطر التعاون المتعدد الأطراف التي تسعى إلى تحقيقه الدولة المصرية مع عدد من الدول الفاعلة، وفي مقدمتها تجمع البريكس، تجمع هام سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد السياسي في إطار التبادل، التنسيق والتشاور ووجهات النظر حيال المستجدات التي نعم. أشرنا إليها سواء إقليميا أو دوليا. نعم نعم، بالطبع سنوالي متابعتنا الإخبارية لقمة بريكس معك علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري من مدينة كازان. شكرا لك.